فرصة يعني تعود كما يقولوا بالمنفع لينا احنا، وتعود المنفع للتجار اللي يحبوا يديروا الدفع الإلكتروني، وكذلك للمواطن اللي حامل بطاقة ذهبية اللي اليوم راهم يتعدوا 10 ملايين، يعني كل بطاقة يعني كونفوندو بطاقة البريد الجزائري الذهبية اللي راهي اليوم تعدت 8 ملايين، والبطاقة تاع البنوك اللي راهي أكثر من مليون.